في أواسط العام 2018 كان العالم أجمع بانتظار لقاء وصف بالتاريخي حينها سيتم بين رئيس دولة معزولة ورئيس أقوى دولة في العالم، والحديث هنا عن كوريا الشمالية والولايات المتحدة. لقاء كان لابد أن يفتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين البلدين الذين تبادلوا العداء لسنوات طويلة، ولم يفلح سقوط العملاق السوفيتي في إنهائه. ومع ذلك ورغم اللقاء كانت كوريا تضع كل الاحتمالات أمامها، حتما سيكون النقاش حول النووي وتحديدا حول تخلي بيونغ يانغ عن برنامجه الذي يسبب القلق لواشنطن والدول الغربية بشكل عام. لكن الأخيرة كانت تعرف ما سيحدث، فحتى قبل أن يعقد اللقاء خرج وزير الخارجية الكوري ليقول: إذا حاولت واشنطن التضييق علينا وإرغامنا على التخلي عن السلاح النووي من جانب واحد فلن نبدي اهتماما بالمحادثات. سبق ذلك التصريح الذي اعتبر تحديا لواشنطن استشهاد كوريا الشمالية لخمس مرات متتالية ببلد آخر وزعيم آخر وافق على نزع سلاحه النووي. في النهاية كان مصيره القاتل على أيدي الأمريكيين وحلفائهم، ولصدفة القدر كانت كوريا تشير إلى ليبيا وبالتحديد ليبيا معمر القذافي. فهل حقا كتب القذافي نهايته بيده؟ وما هي قصة المشروع النووي الليبي؟ ومن أين بدأت وإلى أين وصلت التجارب تلك؟ منذ صعوده الأول شكل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي حالة من الجدل والغموض حول نواياه وطموحاته، فقد نصب نفسه قائدا للثورة وانطلق لدعم حركات التحرر والثورات في مختلف البلدان الأفريقية والعربية، وكان له في كل دولة حكاية ورواية. لكنه لم يغفل قلب ليبيا ولم يتراجع ولو للحظة عن خططه التي وضعها، وكان من بينها امتلاكه للقنبلة النووية ليدخل نادي الكبار ويكون صاحب ورقة رابحة تحميه لسنوات وسنوات. في الواقع تعتبر ليبيا من أول الدول التي وقعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وجاء ذلك في العام 1968 وذلك في عهد الملك الليبي إدريس السنوسي. لكن تلك المعاهدة بقيت حية فعليا لعام واحد فقط، ففي العام التالي نجح معمر القذافي بالاستيلاء على الحكم ليدير البلاد التي أراد أن يكون زعيمها ويحط بقبضته الحديدية على كل شاردة وواردة فيها. وبالطبع لم يخفي طموحاته للعالم وخصوصا بين دائرته المقربة، وكان من بينها امتلاك أسلحة نووية. ولتنفيذ تلك الخطة كان لابد من تأكيد أن ليبيا لا تريد الحرب بل تريد النووي من أجل السلام فقط. وبالفعل صادق القذافي مرة ثانية عام 1975 على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. وفي العام 1980 وقع اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه بعد عام واحد فقط انطلق بمشروعه الحلم، ولكن بشكل سلمي، حيث نجح الاتحاد السوفيتي حينها بإكمال إنشاء أول مفاعل في ليبيا، وكان مفاعل أبحاث بقدرة 10 ميجاوات في تاجورا. وقيل حينها أن ليبيا ستشتري اليورانيوم المعالج بشكل خفيف من النيجر، وبلغت الكمية وقتها أكثر من 2000 طن. وبعد ذلك المفاعل انطلق القذافي بحثا عن قنبلة نووية يرعب فيها الدول التي تتربص لليبيا. وكونه قد وقع على اتفاقيات تحد من انتشار تلك الأسلحة، حرم القذافي من الحصول على قنبلته النووية بشكل قانوني، وكان الطريق مفتوحا أمامه للبحث في السوق السوداء التي تحولت في تلك الفترة إلى سوق مزدهرة للغاية. واتخذ العديد من العلماء تجارة تلك التقنية كعمل مربح، وكان من بينهم السويسري فريدريش تينر والباكستاني عبد القدير خان. فقبل حتى ثمانينات القرن الماضي حاول معمر القذافي الحصول على القنبلة النووية جاهزة من عديد الدول، كان على رأسها الصين التي دخل معها بمفاوضات طويلة
لشراء قنبلة منها عام 1970، وقال حينها أنه لن يستخدمها ويبقيها كرادع أمام إسرائيل التي تتمدد بالمنطقة. لكن محاولاته باءت بالفشل جميعها، وأجبر على المحاولة من جديد، ليتجه بعدها إلى باكستان عارضا مبالغ طائلة للغاية. وتقول تقارير استخباراتية أن القذافي استعان بوسطاء نافذين في الحكم الباكستاني، ومع ذلك رفضت الأخيرة بيعه القنبلة أو حتى التقنية، وكانت النهاية بإعلانه قطع العلاقات مع باكستان بشكل كامل. ولكون باكستان من ألد أعداء الهند، لم يغفل القذافي الدولة النووية الثانية، والتي يمكن القول أنها أرادت أن ترضي القذافي فقط لإغضاب جارتها باكستان. فعلى الرغم من رفضها بيعه القنبلة النووية، لكنها ساعدت ليبيا على نقل بعض التقنية لها، وكان لها دور بارز في تشغيل مفاعل تاجوراء بعد إنشائه. لم يكتفي القذافي بهذا الحد، فقد أشارت تقارير وكالة الطاقة الذرية أنه دخل بمفاوضات متكررة مع بلجيكيا والاتحاد السوفيتي لإنشاء محطة للطاقة النووية الخالصة، لكن كل ذلك لم يفلح معه، ليعود بعدما أنشأ له السوفيات المفاعل السلمي ويتجه للسوق السوداء. فقد تمكنت ليبيا خلال العام 1980 وحتى العام 1995 بالحصول على العديد من التقنيات والأساسات لإنشاء أولى المحطات النووية، كما أرسلت بعضا من علمائها للدراسة في الخارج وتحديدا في ماليزيا، حيث كان يقيم الباكستاني عبد القدير خان، وذلك ليعودوا حاملين معهم كل ما تحتاجه القنبلة الليبية. لكن كل ذلك كان في الواقع يجري أمام أنظار الأمريكان بالتحديد. فقد ذكر مدير عام وكالة الطاقة الذرية السابق محمد البرادعي أنه قام بزيارات لليبيا للبحث حول خططها النووية والتأكد من حقيقة قيامها بتدشين العديد من المفاعلات، لكنه أكد حينها أن القذافي نفى الأمر بالكامل على الرغم من تأكد الأمريكان من المعلومات. وكما جرى في مختلف الدول، فرضت واشنطن سيف العقوبات على نظام معمر القذافي، لكن ذلك السيف لم يغير في الواقع شيء، حيث استمر بطموحاته حتى جاءت اللحظة الفارقة عام 2001 بإقدام واشنطن على إعلان حربها على الإرهاب وتهديد كل من العراق وكوريا الشمالية بالغزو. فسعى القذافي إلى حل الأزمات النووية الليبية مع الولايات المتحدة، وقال حينها أنها بهدف رفع العقوبات المفروضة على ليبيا. لكن وزير خارجية القذافي السابق عبد الرحيم شلقم كشف كل التفاصيل بعد ذلك، إذ قال بأن السبب وراء تخلي القذافي في نهاية المطاف عن أسلحة الدمار الشامل وبرنامج الأسلحة النووية تمثل في رسالة مسجلة عام 2001 من الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، والتي كانت تتوجه للقذافي بما يلي حرفيا: إما أن تتخلص من أسلحة الدمار الشامل أو أن الولايات المتحدة سوف تدمرها بنفسها وتدمر كل شيء دون مناقشة. الأمر الذي استدعى من المسؤولين الليبيين آنذاك عقد اجتماعات سرية مع مجموعة من المسؤولين البريطانيين والروس والأمريكان بهدف تفكيك البرنامج بشكل رسمي. وفي مارس من العام 2003، وتحديدا قبل أيام معدودة من غزو العراق، اتصل مبعوثو القذافي الشخصيين بالرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، ودار حديث بين تلك الأطراف عن استعداد ليبيا لتفكيك برنامجها النووي. وبتوجيه مباشر من معمر القذافي، قدم المسؤولون الليبيون لدبلوماسيين البريطانيين والروس والأمريكان مجموعة من الوثائق وتفاصيل إضافية حول أنشطة ليبيا الكيميائية والبيولوجية والنووية إلى جانب الصواريخ الباليستية. ووفقا لما أفادت به مصادر مطلعة، فقد سمحت ليبيا للمسؤولين الأجانب التابعين للدول الأجنبية الكبرى الثلاث بزيارة 10 مواقع مصنفة كسرية حينها، وعشرات المعامل والمختبرات العسكرية الليبية،
للبحث عن أدلة على الأنشطة المتعلقة بدورة الوقود النووي والبرامج الكيميائية والصاروخية. وفي أكتوبر من العام ذاته دهمت وكالة المخابرات الأمريكية سفينة شحن وصادرت شحنة من المعدات المتعلقة بالطرد المركزي في ميناء شمال البحر الأبيض المتوسط، كانت في طريقها إلى ليبيا. وفي وقت لاحق كشفت التحقيقات الأمريكية أن العديد من هذه المكونات تم تصنيعها بواسطة منشأة في ماليزيا، وتم إنتاجها بتوجيه فني من الدكتور عبد القدير خان ومجموعة من المواطنين من المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا. ضاق الخناق على معمر القذافي بعد ذلك أكثر وأكثر، حتى اندلعت الثورة بوجهه وتدخل حلف الناتو ليقتلع نظامه من ليبيا بالكامل. ويعود قادة كوريا الشمالية ليذكروا العالم أن عملية نزع السلاح النووي من ليبيا لم تكن مجرد صدفة، وأن واشنطن تحسب ما هو قادم باللحظة وكما تريد.